احنا اليوم كمتقاعدين هضمت حقوقنا واغتصبت مستحقاتنا. كنوقفوا الوقفه 96، هذه الوقفه 96 وقفه احتجاجيه ضد ما سلب منا، وخاصه واحد الزياده كنا استفدنا منها ايامات الحكومه ديال العباس الفاسي، استفدوا منا جميع الموظفين ديال المغرب، وذلك بامر من صاحب الجلاله نصره الله واياده. وكنا ناخذوها من اللي كنا مزاولون، كنا كناخذوها وكنا نؤديو عليها الواجبات بما في ذلك واجبات الصندوق ديال التقاعد. هذا المبلغ كان كيتجلى فواحد 1000 درهم وكتبقى 600 درهم نات. لكن بعد احالتنا على التقاعد لقينا بان هاد الناس هادو حطوا لنا هاد الزياده في واحد الخانه اللي كانت تحذفت في 2002، تحذفت بمرسوم وزاري من طرف وزير الداخليه وطبقوها علينا في 2011 وحرمونا منها حنا كمتقاعدين ديال شركه تيديك ديال مدينه الدار البيضاء بوحدنا من غير جميع الوكالات. جميع الوكالات استفادوا من هذه الزياده بعد التقاعد ديالهم الا مدينه الدار البيضاء، وهذا كان تواطؤ خبيث ما بين المكتب النقابي اللي كيمثلنا وما بين الاداره ديال لاليداك. حنا المطالب ديالنا معروفه هي استرجاع 2011، وعندنا جميع الوثائق اللي كتبت بان هذا الحق راه مشروع ويجب ارجاعه الى اصحابه. جميع الوثائق. هذا فيما يخص هاد الزيادة ديال 2011 اللي حنا كنعانيو منها، وكاين الناس ديالنا اللي خرجوا بواحد تقاعد واحد البونسيون هزيلة جدا. وعندنا مشكل ديال التعاضدية اللي هي أغنى تعاضدية كاينة في المغرب، هي تعاضدية ديال وكالات توزيع الماء والكهرباء اللي حنا كنأديو عليها واحد المساهمة اللي هي كبيرة جدا، كتقدر تقريبا بشي 1100 درهم داخله فيها الكوتيزاسيون ديال الاداره. وحنا واحد تقريبا 23000، الا ضربتي هاد 1100 درهم في 23000 غتعطيك واحد 2 مليار و600 مليون شهريا كتدخل لهاد التعاضديه ديالنا، زائد واحد الكوتيزاسيون ديال واحد لاكيس كومبليمونتير حتى هي فيها شي 460 مليون، هي 3 مليار كتدخل لهاد التعاضديه. ودابا بقينا نلقاو في التعاضديه حتى الدول الحمر، كل شيء مشى، كل شيء نهبوه، ما كاين لا ابليكاسيون باش تعرف راسك شنو هو عليك وما لك وما عليك، ما كاين والو. غادي نلبو واحد الطريقه في الاخير لقيناهم نهبوا الاموال كامله، ورا المتقاعدين والمرضى يئنون من شده المرض ولا حنين لا رحيم، ما لقاوش حتى الدواء. وذوك الناس اللي كانوا كونفونسيوني معنا لا كلينيك ولا المصحات ولا لي فارماسي ولا لي لابوراتوار ديال الزاناليز ما مخلصينش، كيتسالوا تاهم الملايين. ولهذا هاد الناس هادو راهم تعداو الحدود. اما بالنسبه للجمعيه ديال الشؤون الاجتماعيه، عندنا اغنى جمعيه كاينه في المغرب، وكتقدر المداخل ديالها بالملايير، وكتاخذ من جميع الوكالات 1% من لو شيفر ديال جميع الوكالات اللي كيتقدر بواحد 22 مليار سنويا، زائد المداخل ديال سونتر ليستيفاج اللي عندنا في كل مدينه، زائد لي كلوب المداخيل ديالهم. كلشي هاد الشيء نهبوا هاد الناس، كلشي هاد الشيء نهبوا هاد الناس من سماعين والكتله المكتله ديال الفساد نهبوه. وحنا جلاله الملك نصره الله واياده خاطبنا وامرنا في خطابه السامي بان نحارب الفساد والمفسدين، وهذا ما نحن نفعله الان. هاد الناس كما قلت باعوا كلشي، هاد المداخيل نهبوها وما قدتهمش، وبداو كيبيعوا في الممتلكات اللي هي ديال الخدامه وكنعتبروها ملك عام، كواحد المصحه اللي في ريدال جي، كزناتة تباعت ب 12 مليار، كسيدي بوزيد، كابونيغرو، كالقنيطراق، كمصحه ديال ريدال جي. وهذا واش كاين شي مسؤول في هذا البلد على القطاع؟ واخا يكون ناعس في سبات عميق، راه خاصو يعرف بان هاد الشيء هذا راه ممتلكات ديال المال العام كتنهب. وسيرتو كناديو العامل الوصي على القطاع السي مصطفى الهبطي باش يلقى حل لا المتقاعدين ولا المزاولين اللي كيناضلوا، وتحد ما كيسمعهم. ووزير الداخليه يشوفوا، لان نحنا نسيت ما قلتش بان دقينا عده ابواب، دقينا الباب ديال وزير الداخليه برسالتين.
الباب ديال السيد العدوي من اجل المحاسبه برسالتين، الباب ديال السيد الوسيط ديال المملكه والباب ديال الديوان الملكي. والسيد الوالي درنا قدامه وقفات وعطينا خمسة الرسائل، المدير ديال لاليديك، السيدة المكلفة بمدينة الدار البيضاء على مجلس المدينة، وكنلقاو أذان صماء، ما عرفنا هاد الناس واش حتى هما مشاركين في هاد الأمور ومتواطئين ولا كيتسناو شي فرصة باش يضربوا بيد من حديد على هاد الناس اللي كانوا الأخضر واليابس وما خلاو المتقاعد والمزاول ما يعيش به. ولهذا احنا كنامروا صاحب الجلاله نصره الله، نناشد صاحب الجلاله نصره الله بان يعطي امره السامي المطاع من اجل فحص الميزانيه ديال التعاضديه وديال المشاريع الاجتماعيه، ويشوف هذه الامور توزيع الماء والكهرباء، شوف هذه الامور شكون اللي فين كاين الخلال ويضربوا بيد من حديد كل من سولت له مد يده على المال العام.